انت منيحة بوجة؟ ومين هذا الرجال؟ بتعرفي شي؟ وليش مهتم؟ هذا الزلمة كتير منيح لأنه جاب لي تياب تنكرية وكان بده ياخدني على الحفلة كمان. شو قلتي؟ وانتي ما منعتي؟ نارين؟ انت ما بتعرف؟ بوجة ما بتفهم هاي الأشياء. بابا أنا مو هذا الشي اللي قصده. ليش ما عم تفهمي إنه ما لازم تحكي مع الناس الغريبين أبداً؟ وليش عم تحكي معي بهي الطريقة؟ وليش دايماً بتعيد علي؟ أنت واحد مو حلو. بوجة 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 صار له. استني شوي ميانك جيب السيارة. استني قاعد على مهلة يا وين رايحة أهدي؟ يا بنتي بوجة بعد إيدك عني. ليش أكيد سكر معها شي. تركني أنا ما بدي روح معك على أي مكان. بعرف إنه أنت بدك تاخذني على الشرطة مرة تانية. ما راح أخذك على الشرطة، بدي أخذك على البيت. كان لازم خلي الرجال ياخذك معه لكان. لك شو عم يعملوا؟ يلا مو معقول الشيء. شفتها لبوجة؟ ايه سيد جوبتا. وانت لا تقلق، بوجة كتير منيحة ونارين اخدها على البيت. انت طمن بالك واكيد انا رح اعرف مين اللي حاول يخطفها لبوجة اليوم، ولو شو ما كلفني الموضوع وانا ما رح اتركه بحاله. لحظة استنى شوي، هذا الموضوع خطير كتير، انت ليش ما خبرتني؟ انا بصراحة سيد جوبتا نارين قال لي انه بلغك هذا الموضوع، وقال لي انه مساعدتك الجديدة هي ردت على المكالمة تبعه. شو؟ أنا فهمت، أنا بعرف مين بيكون اللي رد عليه. لا ما بدي روح، عمل لك ما بدي روح على بيتك أبداً، بدي روح على بيت خالي، بدي روح على بيت خالي مو على بيتك. ماشي بس بالأول منرتاح. بوجة لو سمحتي انزلي وإلا نارين رح ينأذى. أمي نارين مانو منيح بالمرة، لأنه هو كان بده يسلمني للشرطة مرة تانية وكمان ما خلاني روح على بيت خالي. ماما خديلي بوجة على غرفتها، أنا رح جيب أدويتها. يلا تعي يلا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.